يا اهلا وسهلا، انا محمد تهامي مؤسس باشن بوينت، واحده من الشركات الرائده في تطوير رياده الاعمال في مصر. وفي الفيديو ده هنتكلم عن 3 افكار لمشاريع ممكن تنفذها في الوقت الحالي او في وقت الازمات، لانها اثبتت قدرتها الفائقه على الصمود في الفتره الحاليه او في وقت الازمه. والحقيقه يعني هي سنه الحياه، وقت الازمه لازم في شركات هتنتهي خالص، وفي شركات تانية هتقدر تعدي الازمه، وفي شركات هتبدا في وسط وقلب الازمه. وبنشوف مقالات كتير وفيديوهات كتير على السوشيال ميديا الفتره دي عن الشركات اللي بدأت في أوقات كانت فيها أزمات اقتصادية كبيرة. ده وقت ريادة الأعمال، دايما وقت المشاكل الكتير أو وقت الأزمات هو وقت رواد الأعمال اللي يقدموا حلول مبتكرة للمشاكل اللي احنا هنشوفها في المرحلة اللي جاية. 3 أشكال أو 3 نماذج عمل لمشاريع لو نفذتها هتعزز فرص نجاحك بشكل كبير جدا في الفترة اللي جاية، وهتأسس مشاريع قادرة على الصمود وقت الأزمة. نماذج عمل أو بيزنس موديل معناها أو التعريف بتاعها باختصار هي الخطة اللي بتحطها الشركة علشان تكسب فلوس. ايه نموذج اللي انت بتشتغل بيه علشان تكسب فلوس؟ ففي 3 نماذج عمل. اول واحد فيهم e-commerce business model. اول نموذج عمل اثبت قدرته على الصمود وقت الازمة هو e-commerce business model، ان انت تبيع حاجتك اونلاين. شفنا كتير جدا كل الشركات وكل البراندز اللي كانت معتمدة على physical shop او مكان الناس بتروح لها فيه، كله في وقت الازمة حول اونلاين في كل القطاعات، من اكل الملابس لكل حاجة. اي حد ما كانش له تواجد اونلاين او ما كانش بيبيع اونلاين بدأ دلوقتي يعمل تحول سريع جدا، ان هو يبقى عنده ويب سايت تقدر الناس تأوردر المنتجات والخدمات من عليه. فلو انت بتفكر تعمل منتج، اهم حاجة في الفترة الحالية انك تبيع المنتج ده اونلاين، تعمل اي كوميرس ويب سايت وتبيع المنتج بتاعك ده اونلاين. النوع الثاني هو الساس، SaaS، او هو اختصار لكلمة software as a service، ان انت بتعمل software بيحقق للناس او الشريحة اللي انت بتستهدفها نتيجة معينة هم عاوزين يوصلوا لها. اشهر موديل للموضوع ده كلنا شايفينه في الوقت الحالي هو زوم. كل الناس دلوقتي على زوم. زوم is a software، انت بتدفع اشتراك عشان تاكسس السوفتوير ده والفيتشرز بتاعته وتحقق النتيجة اللي انت عاوز توصل لها. فلو انت عندك اكسس لبروجرامرز، انت تعرف ناس بروجرامرز يقدروا يساعدوك تنفذ فكرة معينة في دماغك، او لو انت اصلا بتحب البروجرامنج والديفلوبمنت تقدر تنفذ فكره معينه في دماغك في المجال اللي انت حابه وحابب تبدا فيه المشروع بتاعك، فان انت تعمل سوفت وير وتدي للناس اكسس ليه، سواء بقى هيبقى على الكلاود تقدر الناس تخش اونلاين وتاكسس السوفت وير ده، او ان انت هيبقى بتقدر الناس تداونلود وعندهم في السيرفرز عندهم او على اللابتوبس عندهم وتستخدمه ايا كان. بس هو يوجوالي الترند كله طالع ان هو is on the cloud. السوفت وير ده يا اما موبايل اب يا اما ويب اب، حاجه اون ذا كلاود اقدر اكسس ات اني تايم من غير محتاج ان انا انزلها عندي وابقى محتاج كل شويه اشتري بقى الابديتس فيزيكال وهكذا. وزي ما قلنا اشهر مثال هو زوم، يعني انطلاقه غير عاديه في الفتره اللي فاتت. زوم بدأ في وقت أزمة، كان وقت ريسيشن، فوقت أزمة اقتصادية كبيرة كانت بداية زوم أصلا. نموذج العمل الثالث اللي أثبت قدرته على الصمود وقت الأزمات هو e-learning business model، وده يعني انا متحيز له تحيز شخصي لان هو ده البيزنس موديل اللي انا قائم عليه ونفذته يعني بالفعل، هو التعلم عن بعد الاي ليرنينج. سر نجاحه ان هو متماشي مع رغبه انسانيه لن تنتهي، الرغبه في التعلم والتطور. كل الناس قاعده في البيت وقت الازمه، محدش بيخرج، كله بدا يفكر انا عاوز ابتدي اخد كورسات واطور نفسي، كله بدا يكتشف قد ايه ده سهل وقد ايه بيوفر وقت ومجهود وفلوس، لان وانا في مكاني بقدر اتعلم كويس جدا مع احسن ناس في العالم من اي حته وانا قاعد فيها. احنا بوينت من ابريل 2019 يعني السنه اللي فاتت حولنا كل اللي احنا كنا بنقدمه الى كله يبقى اونلاين. يمكن 90% من الديليفربلز بتاعتنا كلها اونلاين، البرامج بتاعتنا والدعم بتاعنا كله بقى اونلاين عشان احنا امننا بالفكره دي، وقصص النجاح اللي خرجت من عندنا هم متقبلين للفكره دي لان هو ده المستقبل التعلم. الاحصائيات كتير جدا عن قد ايه الاي ليرنينج افضل يمكن كمان من الكلاس روم اديوكيشن. عملت كورس مخصوص عن ازاي تعمل اونلاين كورس او تبدا رحلتك في موضوع في عالم الاي ليرنينج، اسمه اونلاين كورس ماستري، بعلمك فيه ازاي تعمل اونلاين كورس في 7 ايام بس، تعمله وتعمله ببلشنج وتبتدي تبيعه في خلال 7 ايام فقط. حط لك يعني اللينك ممكن بتاعته لو حابب تعرف تفاصيل اكتر عنه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. لو انت في مجال حبه جدا عندك فيه خبره كبيره وحابب تنقل الخبره دي للناس، او زي ما انا بسميها تو تيتش يور باشن، تعلم الناس الحاجه اللي انت بتحبها وشغوف بيها، بلاتفورمز على السوشيال ميديا مختلفه، وتبتدي تشير مع الناس محتوى قيم جدا مفيد في مجالك اللي انت بتحبه، وتبتدي تبني اودينس، عدد من المتابعين، عدد المتابعين اللي بيتابعوك يزيد
تزيد ممكن تبتدي بقى تقدم لهم، تسألهم انتوا محتاجين ايه، وتبتدي تقدم لهم كورسات في الحاجة اللي هم بيتابعوك علشانها، او في النتائج اللي هم عاوزين يحققوها، او في المشاكل اللي عاوزين يحلوها الخاصة بمجالك. الكورسات دي ممكن تبقى اونلاين مسجلة، فيديوهات مسجلة يقدروا يشوفوها في اي وقت، او تبقى برضو اونلاين بس بث مباشر من خلال زوم. برضو الاي ليرنينج بزنس موديل هو من اقوى البيزنس مودلز اللي اثبتت صمودها في وقت الازمات. فدول ثلاثة فكر فيهم. اول واحد الاي كوميرس، ان انت تبيع المنتجات بتاعتك اونلاين، يبقى عندك اونلاين شوب تقدر الناس تعمل من عليه اوردرز وتدليفر. او الساس بزنس موديل، سوفت وير از ا سيرفيس، تعمل سوفت وير على الكلاود الناس تقدر تستخدمه عشان تحقق نتائج معينه عاوزين يوصلوا لها مقابل اشتراك شهري او سنوي تو اكسس الفيتشرز بتاعه السوفت وير ده. واخيرا الاي ليرنينج بزنس موديل، ان انت تعمل اونلاين كورسز او ورك شوبس من خلال الموقع بتاعك، من خلال نقل خبرتك والحاجه اللي انت بتحبها للناس في شكل كورسز. لو بتفكر تعمل مشروع في الفتره اللي جايه، فكر في الثلاث نماذج عمل دول، افكار مشاريع مهمه جدا تقدر تنفذها، ومناسبين جدا للظروف الحاليه، ومناسبين جدا للمستقبل، لان هم فعلا اثبتوا قدرتهم الفائقه على الصمود وقت الازمه، تعزز جدا من فرص النجاح بتاعه المشروع بتاعك لو انت اخترت واحد من الثلاثه بزنس مودلز دول تبدا بيهم المشروع بتاعك. لو عندك اي سؤال بخصوص اللي احنا قلناه في الفيديو، اكتب لي في كومنتس تحت، هقرا كل الكومنتس واجاوب عليك بالتاكيد، يا اما في الكومنتس يا اما في فيديوهات قادمه ان شاء الله. وشكرا، واشوفك على خير، والى اللقاء.